مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الميلاد المجيد، ويا رب عيد سعيد عليكم. النهارده كاميرا ميسات كانت موجوده في كاتدرائيه ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده علشان خاطر تنقل لكم معايدات كبار الزوار، وعلشان خاطر كمان توريكم قد ايه الناس كانت مهتمه انها تحضر وتبارك لقداسه البابا توادرس وتبارك لكل مسيحيين مصر، ويوجهوا رسائل قويه جدا علشان خاطر يقولوا لنا اطمنوا احنا ايد واحده. قابلنا كتير قوي من كبار الزوار، وزراء كتير ورجال من إدارة الدولة علشان خاطر يوجهوا لحضراتكم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تعالوا نشوف مع بعض هذه التهنئات، ونشوف مع بعض قد إيه المحبة اللي كانت موجودة وقد إيه الاهتمام اللي كان موجود من هؤلاء الزوار علشان يقولوا لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد مجيد. تعالوا نتابع مع بعض. اولا انا سعيده النهارده، وسعيده ان انا بحتفل مع زملائي، وسعيده انه كل يوم الشعب المصري الحقيقه بيثبت انه شعب واحد. احنا يعني واجهنا الكثير من التحديات وما زلنا بنواجه، انما دايما الشعب المصري الحقيقه بيبقى واعي وبيبقى واثق من نفسه واثق من وحدته. تماسك الشعب المصري ده هو اللي خلانا النهارده واقفين على حيلنا. والحقيقه دايما القياده السياسيه بترجع الفضل للشعب المصري في مواجهه كل هذه التحديات. تهنئه للخارج واللي في الداخل الحقيقه، وبطمنهم على مصر وبقول لهم ان احنا كلنا ملتفين حوالين الوطن وحوالين قيادتنا السياسيه، ومؤمنين ان ما فيش اي حاجه ممكن تتغلب علينا، وربنا يحفظ مصر. كل سنه وانتم طيبين جميعا، وعايزه اقول لكم ايه، مصر كلها طيبه، وبقول المسيحي والمسلم ورجل وامرأة وكل، يعني زي ما بقول احنا وطن واحد وقلب واحد وعزيمة واحدة. وبقول ان احترام التنوع والاحترام التكامل مع الآخر واحترام الاختلاف، والاختلاف فيه ثراء وفي احترام وفي حضارة، ومصر أم الحضارات وهتفضل كده على طول. وبقول ان أي حاجة تانية غير كده مرفوضة ومصطنعة ومستنكرة ولن نسمح بها، وان احنا اللي بنعمل مصر زي ما مصر استضافتنا على اهلها وعلى ارضها، المفروض احنا نكون جديرين بهذا الحب وبهذا الاحترام وبهذه الحضاره. واحنا اللي بنعمل السلام، السلام ما بيجيلناش مره واحده، السلام من عند الله من قبل ومن بعد، لكن احنا اللي بنعمل السلام، ونحب ان احنا ننشا اولادنا على هذا السلام وشبابنا. وإن طول مصر فيها أديان مختلفة وطوائف مختلفة وقبائل مختلفة، وإحنا بنحب كل المصريين، ومصر واحدة وعلى قلب رجل واحد وامرأة واحدة. الرسالة اللي إحنا بنقدر نرسلها مش بس في الاحتفال دوت، يعني الاحتفال ده مجرد حدث، لكن الرسالة أنا لسه بقول للزملاء، أنا مسلمة ومحجبة ومتربية في مدرسة مسيحية إنجيلية، وكنا بنروح الكنائس، ندخل الكنيسة عادي، والمسلمين والمسيحيين بيدخلوا معنا، وكنا عايزين كل واحد جنب التاني. فالرسالة اللي عايزين نقولها هي في التنشئة وفي الأمهات اللي بتربي، وفي المدرس اللي بيعلم، وفي صاحب العمل اللي ما بيفرقش بين واحد وزميله. الرسالة هي كل يوم في حياتنا ان التنوع ده موجود. الحدث ده احتفال يعني بنهني بيه بعضينا، وهو مظهر من المظاهر، لكن الحقائق والممارسات والحقيقة يعني الأخلاقيات هي اللي بتفرض علينا كده هوت. فنتمنى من كل واحد فينا كمواطنين ان احنا نزيد حبا واحتراما ونزيد عطاء لمصر، ونتمنى لمصر كل خير، لان هي بلدنا الحبيب والغالي، وان احنا يعني مستعدين نعمل عشانها اي حاجه وندافع عنها حتى اخر قطره وحتى اخر نفس، وعشان نبقى جديرين ان احنا نبقى مصريين فعلا. كل سنه وانتم طيبين، ومصر كلها طيبه، وتحيه خاصه جدا من القلب. انا سعيد جدا بوجودي في الكاتدرائية، رمز المحبة والسلام وكل المعاني الجيدة اللي هي كل قيمنا الجميلة في بلدنا العزيزة مصر. فبننتهز الفرصة دي ونقول إخواتنا وكل مصر وهي طيبة وبخير، وإن شاء الله سنة 2020 تكون سنة سعيدة علينا جميعا، وكل بني آدم بيتمنى شيء يحققه. وكل سنة وانتم طيبين، وسعيد بوجودي معاكم جميعا. مصر طول عمرها بلد يعني ما نسميه احتضن كل الحضارات واحتضن كل
الأديان واحتضن كل الثقافات، وأصبح هناك نسيج مصري متميز لا يعلم إلا المحبة والرحمة والسلام وكل الأمور. اللي يرجع بينا بس 20 سنة ورا ما كانش فيه هذه الكلمات ولا كان فيه هذه المعاني، كل الموضوع كله اندس بغرض ليس جيد ولكن هو سيء جدا، حتى نفرق ما بين بلدنا العظيمة ومصرنا. لنا التاريخ الفرعوني ولنا التاريخ كل الأديان من اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام ثم الغزو الفرنسي ثم الغزو الإنجليزي ثم كل هذا. يعني مش بحب أفضل أقول مصر ومصر ومصر، ولكن اللي عايز يفهم تطور الحضارة الإنسانية جميعا يدرس بس تاريخ مصر ويعرف إن المصري أساسه هو نسيج متميز مبني على الأرض والاستقرار والمحبة والسلام. ليتنا نأخذ مثل هذه المناسبات حتى نعيد القيم العظيمة اللي ترسخت في هذا الشعب ونلفظ كل ما كان دخيله ويقلل من قيمة وحدة الشعب المصري العظيم اللي هو أساس الاستقرار في المنطقة. يعني أنا بنتهز الفرصة وبتمنى الاستقرار في العراق وأتمنى الاستقرار في سوريا وأتمنى الاستقرار في ليبيا وأتمنى الاستقرار في اليمن. الحمد لله الفرق ما كل الناس دي مرت بنفس الظروف، بلدنا العظيمة وإحساسنا المصري العظيم هو اللي حس إن لازم مصر ترجع لأهلها. الحقيقة أنا طبعا إحنا ما نقدرش نتخلف أبدا عن أن إحنا نيجي هنا ونبارك ونقول شركاء الوطن ونحن كل سنة طيبين. والحقيقة ما بقناش نقول كل سنة طيبين بس للإخوة المسيحيين فقط، لكن نقول كل سنة طيبين لمصر كلها الحقيقة. والحقيقة يا رب دايما نبقى في لحمة وفي تماسك، لأنه النسيج الاجتماعي بتاعنا الحقيقة قايم على هذا النسيج المتماسك، وإن شاء الله ربنا يكرم مصر ويخرجها من هزماتها اللي بتعدي بيها دي من وقت للتاني في أسرع وقت إن شاء الله. مصر هي قايمة على كده، مصر قايمة على المسلم والمسيحي، مصر قايمة على كل القوى الوطنية اللي موجودة فيها، مفيش إقصاء لأي حد. والحقيقة يعني أنه أنا ببقى سعيد كمان في هذه التهنئة، وحتى لما كنتش باجي هنا بروح لقداسة البابا في الكاتدرائية في العباسية بهني بنفسي. مصريين بخير وكل العالم وكل المسيحيين أهلنا وإخواتنا، وإن شاء الله سنة سعيدة على مصر كلها. إحنا نسيج قوي متكامل طول عمرنا من ألاف السنين وهنفضل كذلك، وده التفرد القوى اللي عند مصر اللي هو التنوع وقبول الآخر وكلنا نسيج واحد، وإن شاء الله سنة سعيدة على مصر كلها بإذن الله. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. يؤكد دوما أن مصر نسيج واحد وأن الشعب المصري كتلة واحدة. جئت أشارك إخوتي وأصدقائي وأحبائي. تعودنا دي تاني سنة نيجي، بنبارك لكل الإخوة في الوطن، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب كده يعني بنعيد مع بعض ودايما موجودين مع بعض. مصر مش محتاجة الكلام، مصر احنا عايشين مع بعض وعايشين لبعض ودايما مع بعض وبنعيد مع بعض وبيوتنا مفتوحة على بعض. احنا بنكون سعداء جدا لما بنجتمع في مثل هذه المناسبات السعيدة اللي بنهني من خلالها كل المصريين. احتفلنا النهاردة في العاصمة الإدارية، يعني هي رسالة أو خطوة نحو المستقبل. كان الرئيس السيسي وعد قبل سنوات، وكنت أنا حاضر في العباسية، وعد أنه يكون في كاتدرائية جديدة للإخوة المسيحيين، وأنجز وعده واحتفلنا العام الماضي وقبل الماضي هنا في الكاتدرائية الجديدة. وأنا بنتهز هذه الفرصة علشان أقدم التهاني لسيد الرئيس ولقداسة البابا طهدروس الثاني وكل الطوائف المسيحية في مصر وكل الشعب المصري، لأن هذه المناسبة هي مناسبة بنعتبرها مناسبة وطنية قبل ما تكون مناسبة دينية. والإخوة المسيحيين بيشاركونا في أعيادنا وإحنا بنشاركهم في أعيادهم، وإحنا إيماننا بالسيد المسيح زي إيماننا بسيدنا محمد وكل الأنبياء والمرسلين، وبالتالي إحنا بنحتفل النهاردة احتفال شخصي لنا إحنا، وبنرسل برسالة سلام ومحبة لكل العالم. وأعتقد دي هتكون رسالة السيد الرئيس النهاردة، إنه يجمع كل المصريين على قلب رجل واحد، وإنه يكون فيه وعي لدى المصريين علشان نواجه المخاطر اللي بتحيط بالوطن واللي بتحيط بينا من كل ناحية، وإن شاء الله نعبر بمصر إلى بر الأمان. وكل سنة ومصر طيبة. دي تالت سنة بنجي هنا، بقى نشكر ربنا على كل شيء.
وربنا يبارك فخامة الرئيس والحكومة وكل القيمين. مصر أم الدنيا، ومصر تعيش إن شاء الله الحب والسلام، وكل شعب يكون بأمان وطمأنينة. بداية الشعب المصري كل سنة طيبين. احنا احتفال يمكن السنة تاني سنة بنبقى في عاصمة الإدارية الجديدة، بنشوف كل يوم جديد، بنشوف الأمل موجود النهاردة لأولادنا ومستقبلنا اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. بنشوف المحبة اللي موجودة ما بين الشعب المصري، وأنا دايما ما بقولش في أقباط ومسلمين لأن احنا كلنا جسد واحد، ودي يمكن عظمة هذا الشعب. بتمنى وصل رسالة لأبناء الأمة والشعب المصري إن ياريت 2020 تكون سنة التماسك، سنة الأمل، سنة الدفع للمستقبل والعمل. ياريت نبقى واعيين احنا في تحديات كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط ويمكن بجوارنا. أتمنى إن احنا نتحرى الدقة، وياريت إن احنا نشوف ندعم بلدنا بكل قوة. محدش يستقل انه يكتب بوست يدعم بلده بيه، لكن الدعم لازم بكل الشكل، لازم كلنا كمصريين شايفين بلدنا ايه المخاطر المحاطة بيها، وشايفين احنا نحصن نفسنا بايه. هنحصن نفسنا بوحدتنا، هنحصن نفسنا بشباب مصري هو اللي هيصونها، هو اللي يحفظها. ونقول لكل المصريين احنا مع القيادة السياسية ومع الدعم الكامل لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية، ونقول لهم إن شاء الله 2020 هتكون سنة عظيمة علينا كلنا إن شاء الله بإذن الله، وربنا يا رب يحل المحبة والسلام على أرض مصر إن شاء الله بخير. كل سنة ومصر كلها طيبة. رسالة عيد الميلاد هي رسالة محبة وفرح ورجاء وسلام. المسيح جه يجسد كل هذه المعاني، بيجسد المحبة، محبة الله لكل البشرية، بيجسد الرجاء للناس اللي ما عندهاش رجاء، بيجسد الفرح لكل الناس، وكمان بيجسد السلام لأنه جه برسالة السلام، والملائكة رنمت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. فإحنا في الوقت ده بنتمنى لمصر السلام والفرح والرجاء، وإن شعب مصر كله يحب بعض أكتر. I'm Monsignor Nicholas Timlin. I'm the new apostolic nuncio to Egypt, sent by Pope Francis to represent him here in Egypt. At the same time, I'm very glad to be here for Christmas and wish all the Egyptians, especially the Coptic Church, happy Christmas and all the best, especially remembering that I just came a few days ago, and it's a great honor for me to be here to represent Pope Francis for this great event in the year for all Egyptians, especially for the Coptic Church. كل سنة ومصر بخير، وكل سنة ومصر طيبة. وبعتقد ان المشهد اللي احنا شفناه منذ قليل، هذا الالتفاف الشعبي حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه البساطة وهذه التلقائية، يدينا مؤشر مهم جدا ان مصر على قلب رجل واحد. كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديده لنقطتين أساسيتين: وحدة الشعب المصري ولا تقلقوا، بيتكلم عن المخاطر في المنطقة والتحديات اللي بتواجهنا، لكن الكل لازم يعرف ان هذا الوطن على قلب رجل واحد، وعرف ان عندنا قوات مسلحة بتعرف تحمي الامن القومي كويس قوي، وعرف ان احنا واعيين قوي للمخاطر سواء اللي في ليبيا او اللي على مسرح المنطقة العربية. عشان كده يمكن هو اراد ان يبعث رسالة في يوم وحدة المصريين جميعا، وهذه الرسالة اتمنى ان احنا جميعا نستوعبها وندرك تماما ان طول ما في قيادة رشيدة وفي قوات مسلحة قوية، ما حدش هيقدر يمس امن مصر. هذا الالتفاف الشعبي، هذا الحب المتدفق من الجماهير، هيمكن مظهر المرة دي اكتر من اي مرة فاتت. عيد الميلاد عيد لكل المصريين. ميلاد السيد المسيح كان بالرحمة والسلام والرخاء للبشرية كلها، واحنا في مصر تعودنا اننا بنشارك بعض في كل مناسباتنا، وانا بشرف اني بشارك في العيد في كل سنة، وده شرف ليا. يعني لا املك غير ان انا اقول كل سنة وبلدنا بخير وسلام وبركة. ايه من نحتفل طبعا مصريين كلنا، عيد المسيحيين ده بالنسبة لنا عيدنا برضو، فاحنا سعداء وكل مرة بنيجي في هذا الاحتفال، وعشان نبارك يعني ونعيد عليهم.